عودة لنشرة المصر اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع صندوق الدنيا من المصر اليوم. كل إنسان فينا مبدع في حاجة معينة، ده بيعكس كمية الطاقة الكامنة جواه، خصوصا لما يكون الإبداع في التفاصيل الصغيرة، وده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي في الفيديو اللي جاي، وهو عبارة عن فن النحت على الأجسام الصلبة في اليابان وطريقة عمل دمية خشبية بالخطوات من البداية حتى النهاية. تعالوا نشوف مع بعض. زي ما التفاصيل مهمة في حياتنا، كمان مهمة في شغلنا علشان يكون مميز. أما الفيديو اللي هنروح له دلوقتي هو فن برضو بس من نوع تاني، هو طريقة تلوين لجيتار، بس الحقيقة الطريقة غريبة شوية. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. ده بيوضح لنا ان في حاجات كتيره بنشوفها وتعدي علينا من غير ما نسال دي اتعملت ازاي. اما اخر فيديو معانا النهارده فيه شيء من التجديد، واللي عباره عن عروسين في امريكا قرروا انهم يغيروا فكره الزفاف التقليدي، وقرروا يستغلوا حبهم لرياضه الغطس ويعملوا فرحهم في حوض للاسماك. تعالوا نشوف. والآن نتعرف على حالة الطقس. القاهرة العظمى 25، الصغرى 14، الإسكندرية 24-14، شرم الشيخ 28-18، الغردقة 29-14، الأقصر 30-13. أما عن أسوان فالعظمى 31 والصغرى 14.
مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا النهاردة، شكرا ليكي جمانة. شكرا سارة. شكرا أستاذ مصباح. شكرا أستاذة. معلومتين بس على المصري يوم بكرة، في تحقيق عن جوليو أوجيني الإيطالي المقتول وحياته في مصر، يعني أظن يستحق القرار، يمكن قريت العناوين بس ما قريتوش. أكيد. وفي كمان حوار مع نادية لطفي بتقول فيه أنا عمري ما خفت من المرض ولا الموت، وأنا بقول فعلا زكاة الست دي وجهت بسلاسة كده انسحاب النجومية وانسحاب الجمال الفائق بتاعها ده بهدوء واتزان، فأكيد أكيد بالظبط. شكرا. وشكر إليكم أيضا مشاهدينا، وغدا نشرة جديدة من نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، وبعد قليل تلتقون مع الإعلامي أسامة كمال. تابعتم في نشرة اليوم: مباحثات رئاسية بين السيسي وبايف في كازاخستان، تحرير المهندسين بعد 25 سنة حراسة، قائمة سوداء بالشركات المخالفة على الصحراوي، خطة حكومية لاستعادة مكانة المنتج المصري، البرلمانات العربية تقر القوى العسكرية المشتركة، الصدر يهدد باقتحام المنطقة الخضراء ببغداد، روسيا ترجح استئناف المحادثات السورية في جنيف، استراليا تثير حفيظة التنين الآسيوي، وصلاح عيسى يكتب مسرحية مدرسة النواب المشاغبين.